السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، الصراع على الحدود يشعل ثاني خلاف بين الحشد وقيادة عمليات الأنبار. في القدس العربي، تظاهرات ناصرية تؤجج الصراع بين أتباع مرجعية النجف والفصائل الولائية. صحيفة الشرق الأوسط قالت الحشد يخفي عناصر العمال الكردستاني ضمن تشكيلاته في سنجار. في صحيفة العربي الجديد، رسائل من أمير الكويت إلى ترامب والعاهل السعودي وأمير قطر بشأن المصالحة. الخليج الإماراتية السعودية، الاتفاق النووي مع إيران يتطلب مشاورة دول الخليج. في موقع الحرة، مصادر معارضة تتحدث عن تدهور صحة خامنئي وتسليم صلاحياته. وفي الزمان، أعمال عنف خلال احتجاجات في باريس ضمن أو ضد مشروع قانون الأمن الشامل. على الرغم من أن المسؤول الذي أوصل العراق إلى هذا الحد من التداعي والانحطاط والفشل والانهيار معروف للجميع، إلا أن منتج الاحتلال أضاف أحمالا جديدة على كاهل العراقيين جراء تسيد طبقة سياسية على العراق حولته إلى بلد مستباح الإرادة ومسلوب الإرادة أيضا، ناهيك عن إقصاء الآخرين والاستئثار بالسلطة بالارتكاز على نظام المحاصصة الطائفية الذي حمى سراق المال العام من المساءلة. أحمد صبري يرى في صحيفة الميثاق الوطني أن ثورة تشرين أسقطت الطبقة السياسية ومشروع الاحتلال الأمريكي. تداعيات السنوات العجاف وتراكم الخيبات والنكبات والكوارث على مدى تلك السنوات هي التي عجلت وفجرت ثورة تشرين التي هزت أركان النظام السياسي وحلفائه وكشفته على حقيقته منهاراً وغير قادر على مواجهة المد الشعبي المتصاعد ومطالبه المشروعة التي صادرها النظام. إن ما يجري في ميادين وساحات العراق هو بالأحوال كافة ثورة شعبية على الظلم والاستبداد والفشل يستوجب من المسؤول الذي تسبب في الحال الذي وصل إليه العراق أن يرفع يده عن نظام غير مقبول شعبياً، لاسيما وأن الرئيسين السابق باراك أوباما والحالي دونالد ترامب وصفا مغامرة احتلال العراق بأنها خطأ فادح وغير مبرر وغير أخلاقي، ما يعزز هذا الخيار الرفض الشعبي للنظام السياسي لاسيما من جمهوره وبيئته الذي أوصل رموزه إلى سدة الحكم. وإذا رصدنا حال العراق بعد 17 عاماً على احتلاله نستطيع القول أن المغامرة التي تورطت بها إدارة بوش الابن كانت بالمقاييس كافة فاشلة وكارثية. إذن من هو الخاسر الأكبر في عملية غزو العراق واحتلاله؟ بالتأكيد هو العراق بكل ألوانه وطوائفه، لأن الاحتلال أنتج نظاماً سياسياً هجيناً ليس له علاقة بحاجات وتطلعات العراقيين بوطن تسوده الحرية ويحكمه القانون وخال من إرهاصات الثأر والانتقام والاحتراب الطائفي. الكاتب يضيف أن هذه الأسباب وغيرها هي التي فجرت ثورة تشرين منذ أكثر من عام كرد فعل على فشل المشروع الأمريكي ومنتجه النظام السياسي وعلى خيباته وفشله في شتى الميادين، والتي كانت إذاناً بانبثاق مشهد جديد يشهده العراق بعد أن عانى أبناؤه الظلم واستبداد الطبقة السياسية ونظامها السياسي التي أفقدت ثورة تشرين شرعيتها في الشارع. بعد الضربة الموجعة التي تلقاها على يد ثوار الناصرية في جنوب العراق فقد مقتضى الصدر توازنه وطار صوابه، فبدلا من أن يفي بوعده ويأتي برأس الثورة معلقا على رمحه أتت الثورة برأسه،
ورأس جماعته ومحازيبه وميليشياته. عوني القلمجي يرى في صحيفة العرب الجديد أن ثوار الناصرية ألحقوا الهزيمة بمقتضى الصدر وعادوا ظافرين، ليس إلى ساحة الحبوب فحسب، وإنما عادوا إلى ساحة التحرير في البصرة والكوت والسماوة والعمارة والنجف وكربلاء. رأس الثورة كلمة السر الجديدة للفوز برئاسة الحكومة. وبالأمس كان عربون الفوز بمنصب رئيس الوزراء ينحصر في تقديم فروض الولاء والطاعة إما للمحتل الأمريكي أو الإيراني أو لكليهما، إضافة إلى ضمان مباركة المرجعية الدينية في النجف. أما بعد قيام ثورة تشرين فقد أصبح عربون الفوز بمنصب رئيس الوزراء التعهد بإنهائها، وهذا ما يفسر لجوء مقتدى إلى توثيق أفعاله تلك بالصوت والصورة ليقدمها للأمريكيين والإيرانيين على خلاف القتلة الذين يحاولون طمس أي دليل يؤدي إلى الوصول إليهم خوفاً من العقاب. ولكن هذا ليس كل شيء، فبالإضافة إلى سقوط هيبة مقتدى ومكانته المتميزة بين رموز العملية السياسية جراء فشله في تحقيق وعده بالإتيان برأس الثورة، جاءت الضربة الموجة الأخرى على يد أهل بيته، حيث تمردت عليه مجموعات من أتباعه التي لم تتحمل أفعاله المشينة ولا الدفاع عنها أو حتى تبريرها. أمام هذا الوضع المزري حاول مقتدى تضميد جراحه، لكنه زاد الطين بلة، فالدعوة التي أطلقها لترميم البيت الشيعي عبر توقيع على ميثاق عقائدي والآخر سياسي عار تكاذيبه التي استطاع تمريرها بين الناس فترات طويلة، مثل رفضه المذهبية والمحاصصة الطائفية ومحاربته الميليشيات المسلحة والوقحة ووقوفه ضد الفساد والفاسدين. يضيف الكاتب أن الهدف النهائي من هذه الدعوة المذهبية التي أطلقها مقتدى الصدر ينحصر في محاولة بائسة لاستعادة مكانته المتميزة بين هؤلاء وفرض نفسه قائدا لهم بابتزازهم للوقوف خلفه على أمل إلحاق الهزيمة بالثورة وتجنيبهم مواجهة مصيرهم الأسود، خصوصا وأنهم فشلوا مرات عديدة في محاولاتهم إنهاء الثورة. تكرم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على العراقيين فبشرهم بأنه اختار يوم 6 من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكرة، معلناً في كلمة متلفزة أن أهم أهداف حكومته هي الإعداد لانتخابات حرة. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن المقاطعة الكاملة الشاملة لهذه الانتخابات لسحب الشرعية من الفاسدين ولإعلان العراق وطناً محتلاً وأن أهله سجناء هي الخدمة الوطنية الحقيقية التي ينبغي تقديمها لهذا الوطن السجين. بدل أن نبارك للشعب العراقي بيوم الانتخاب العظيم المنتظر، يقتضي العدل والعقل أن نبشر الأحزاب المسلحة بالكواتم والهروات والغاز السام والرصاص بقرب انتصارها القانوني الشرعي الجديد على المتظاهرين عبر صناديق الاقتراع بعد أن انتصرت عليهم بكواتمها ورصاصها الحي. إن ذوي النوايا الحسنة من المنتفضين هم الذين ابتكروا فكرة الانتخابات المبكرة، وأحزاب الدين الحاكمة استجابت دون تردد ولا تأخير، فغيرت رأيها في الكاظم الذي كانت تتهمه بالعمالة للولايات المتحدة وبضلوعه في اغتيال قاسم سليمان وأبي مهدي المهندس، ووافقت على تنصيبه رئيساً للوزراء. فهو يعلم وهي تعلم بأن أي انتخابات قادمة لا يمكن أن تمس مجرد مساس سلطانها في البرلمان والحكومة حتى لو جاءت الكرة الأرضية كلها لمراقبتها، وذلك لأسباب واقعية عديدة. أولها أن قادة أحزاب السلطة هم ملاك السلاح والمال والحكومة وأصحاب القدرة العبقرية على الغش والتلاعب والتزوير والأساتذة في الغدر والاغتيال. إذن فبكل وسائلها وأسلحتها وجيوشها لابد أن تكون أحزاب السلطة الفائزة في الانتخابات المبكرة القادمة إذا ما حدثت المعجزة وجرت في موعدها. وبعد فوزها هذه المرة، وهو المتحقق الأكيد، لن يعود من حق أحد من المحتجين أن يفتح فمه ويطالب بإسقاط فئة منتخبة بحرية لا غبار عليها.
الكاتب يدعو الشعب العراقي إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة، فلا حاجة له بهذه الديمقراطية الملوثة التي لا تشبهها سوى ديمقراطية الولي الفقيه، فهو الذي يقرر من الذي يحق له أن يرشح نفسه في الانتخابات، وهو الذي يقرر من الذي يقترع، ثم هو الذي يقرر في النهاية من الذي يفوز. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة قررت سحب موظفين من سفارتها في بغداد بدلا من إغلاقها بشكل تام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن قررت عدم الإغلاق التام للسفارة في بغداد، كما دعا وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق. وتوقعت الصحيفة أن يتم سحب الموظفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. الصحيفة نقلت عن المسؤول الأمريكي قوله إن الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة جاء ليتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأمريكية التي قتل خلالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في 3 كانون الماضي بسبب مخاوف من انتقام إيران والفصائل المتحالفة معها. وأشار المسؤول الأمريكي لأن قرار سحب بعض الموظفين من السفارة اتخذ في وقت سابق هذا الأسبوع خلال اجتماع للجنة تنسيق السياسات بمجلس الأمن القومي. وتشير الصحيفة إلى أن قرار سحب موظفي سفارة الولايات المتحدة في بغداد يأتي بعد أيام قليلة من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في 27 الماضي في طهران. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هدد في الأشهر الأخيرة بإغلاق سفارة بلاده في بغداد ما لم تضع الحكومة العراقية حداً للهجمات الصاروخية التي يشنها مسلحون الشيعة على المصالح الأمريكية في البلاد. ووفقاً للصحيفة لا يمكن معرفة عدد الموظفين الذين سيتم سحبهم من السفارة، لكنها أشارت إلى أن عدد العاملين هناك يقدر بالآلاف. وأضافت الصحيفة أن متحدثاً باسم الحكومة العراقية ومستشاراً لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يرد على طلباتها للتعليق على الأمر. تختتم الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول إن معارضي الخطة حذروا من أن سحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من العراق سيؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عن نفوذها لإيران. وصل الأمر بالعراق إلى العجز عن دفع رواتب الموظفين، وهذا آخر الزمان أن يعجز بلد ثري عن دفع الرواتب، فأين ذهب المال من خراج النفط وبقية الموارد؟ رشيد الخيون يقول في موقع ميدل إيست أونلاين إن الرواتب قتلت خلفاء ووزراء، فقد كان المعتز بالله ابن المتوكل أحد المخلوعين والمقتولين بسبب الأرزاق، لكنه ليس الأخير، والسبب هو الفساد الذي يسبب عدم الموازنة بين الداخل والصادر من الخزينة، وكذلك الإخلال بمصالح حيتان الأموال والعقارات. إن الثقب الذي تسربت منه مئات المليارات من الدولارات وما زالت تسرب لم تحول إلى حسابات أشخاص فقط، إنما نقلت إلى دولة مصير الجماعات المستحوذة على خزانة العراق مرتبط بها إذا مال نظامها يميلون قبله. يسأل عن ذلك من قال أمام علي أكبر ولاية في مؤتمر الصحوة الإسلامية 9 ببغداد: قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، حققنا الصحوة الإسلامية وانتصرنا بها. فعلاً تحقق الانتصار على الشعب العراقي، أن يصل حاله إلى العجز عن دفع الرواتب ولم يظهر خبر عن مئات المليارات التي صرفت على تلك الصحوة والدولة التي تديرها، ولا مساءلة لكنزي المال الذين ظهرت عليهم النعمة بعد السلطة. بينما قديماً إذا شعر بفساد الوزير أو الوالي تصادر أمواله فيظهر ما كنزه تحت الأرض. من المذهل حقاً أن تذهب الثروة التي حصدها العراق عندما ارتفع سعر النفط وصار 150 دولاراً للبرميل الواحد، وظل على هذه الحال فترة غير قصيرة، ثم يأتي رئيس وزراء جديد من الحزب نفسه ويقول: لم أجد في الميزانية سوى 3 مليارات. لكن هل تجرأ رئيس الوزراء هذا لمساءلة محافظ البنك وهو من حزبه نفسه عن مصير الأموال؟
الكاتب يقول إن الجميع يعلم خطورة المعركة مع الفساد، فكم قاض أغتيل لاقترابه من حيتان الفساد، لأن الفاسدين جاءوا من مجاعة، ومن كان جائعا وصارت مفاتيح خزائن العراق بيده فماذا عساه يفعل غير قتل كل من يحاول الاقتراب مما يعرف بمجهول المالك. كان آخر القتلى مجموعة من الشباب في الناصرية برصاص التيار يملك ما لا تملكه الدولة، وقبلها لم يكن قائده يملك غير ثيابه. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الإسلام أسقطت قناع التسامح عن وجهه. ونشرت الصحيفة مقالا للمحررة كارين عطية ذكرت فيه أن ماكرون عندما هزم مارين لوبان وحزبها اليميني المتطرف عام 2017 منتزعا رئاسة فرنسا، اعتبر فوزه حصنا وسطيا مثاليا ضد صعود القوى العنصرية المعادية للأجانب والمناهضة للمهاجرين، لكن سرعان ما اتضحت ملامحه الحقيقية، فهو وجه جديد ملتزم بدعم النظام العالمي النيوليبرالي والدفاع عنه. بعد سلسلة من الحوادث الدموية التي ارتبطت بشكل خاص بصحيفة شارلي إبدو الساخرة، تجدد إشعال العداوات بين الدولة الفرنسية والمسلمين، لكن مقتل سامويل باتي بطريقة بشعة لم تتبعها موجة تعاطف عالمية كما حدث سابقاً. وبدلاً من ذلك يواجه رد فرنسا على هذه الهجمات المروعة مزيداً من التدقيق، فقد تعرض ماكرون للنقد الذي يستحقه بسبب تعامله السياسي مع اليمين المتطرف وقيادته لمشاعر الإسلاموفوبيا. وكان ماكرون قال خلال خطاب ألقاه في تشرين الأول الماضي إنه في كل مكان توجد أزمة للإسلام، لكن الهجمات الأخيرة نفذها أفراد يعانون من اضطرابات وذئاب منفردة لا علاقة لها بشبكات إرهابية دولية. هذا ليس ما تريد حكومة ماكرون معالجته، فهو يشن ما يسميه حرباً ضد الانفصالية الإسلامية الداخلية. وفي ذلك الإطار يتعرض الزعماء الدينيون الإسلاميون في فرنسا لضغوط للتوقيع على ميثاق القيم الجمهورية، واقترحت الحكومة إلغاء برنامج تعليمي مع مدرسين من تركيا والمغرب والجزائر، كما تريد فرض قيود على التعليم المنزلي. ويريد ماكرون إقامة إسلام التنوير في فرنسا. إنه لأمر سيء بما فيه الكفاية أن مثل هذه الفكرة المنافقة تتعارض مع قيمة العلمانية الفرنسية أو حياد الدولة في الشؤون الدينية. وبحسب الكاتبة فإنه يجب على العالم أن ينتبه إلى أصوات فرنسا السوداء والأفريقية والعربية والمسلمة والمهاجرة التي تحذر من أن فرنسا بلد التنوير في ظل حكم ماكرون تتخذ منحا مظلما للغاية. نجا فتى تشيكي في 15 من عمره من حادثة سقوط من الطبقة 19 من مبنى في براغ، على ما أعلنت الشرطة وعناصر إغاثة ووسائل إعلامية. وقالت الناطقة باسم الشرطة في العاصمة التشيكية إيفا كروباكوفا لوكالة فرانس بريس: تلقينا نداء استغاثة إثر حادثة سقوط من الطبقة 19 في أحد المباني. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الفتى نجا بفضل سقوطه عند سقف فوق مدخل المبنى، وقد أدخل إلى غيبوبة اصطناعية وفق هيئات الطوارئ في براغ. وذكرت هيئات الطوارئ عبر تويتر أن الفتى البالغ 15 عاما نقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطرة في الرأس والحوض، وتحقق الشرطة في سبب الحادثة. والآن إلى فقرة كاريكاتير.
شكرا لكم على حسن متابعتنا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، نلتقيكم في حلقة جديدة في أمان الله.